وهنا كانت الصدمة، إذ تقول الأسطورة أن زوجات النبي سليمان كشفنا للوزير أنه لم يكن يشبه النبي سليمان بأخلاقه المنافية تماما لما عرفنا به سليمان عليه السلام. واجه الوزير الشيطان الذي ما لبث أن هرب بعد أن كشف أمره. وفي روايات أخرى يقال أنها طلبت رسم لوحة، هل سمح لها النبي سليمان بذلك؟ بحسب الرواية نعم. وهنا النقطة الفاصلة في القصة، فأمام النبي سليمان عليه السلام كانت جرادة توهمه بإيمانها بالله عز وجل. هل وصل الخبر إلى النبي سليمان؟ نعم. كيف؟ عن طريق وزيره، إذ تقول الرواية أن الوزير آصف بن برخية كان يتحدث في أحد المجالس عن الأنبياء ومحاسنهم في صغرهم وشبابهم، وعندما أتى على ذكر النبي سليمان لم يتطرق إلى مرحلة النضج واكتفى بالحديث عنه وهو صغير، ما أثار استغراب النبي سليمان، ولأنه صنع بأيدي العذارى وليس السيدات كان يعتبر طاهرا. وغضب النبي سليمان عليه السلام على التضرع إلى الله عز وجل لتحل عليه مغفرته ورحمته، إلى أن جاء اليوم الذي سمح الله تعالى بأن يخلع النبي سليمان خاتمه العجيب. يا أستاذ حسن، أدرك نفسك، ربما أنت لا تعلم كارثة هذا الأمر، ربما صاحب المونتاج عندك لا يعي خطورة ما يفعل. أنا أحسن الظن بك وأرجو وصول هذه الرسالة إليك، وأنا هنا لا أتحدث عن تحقيق المرويات ولا عن تحريك الصدق في هذه القصص، لن أتكلم عن هذا فهو مقام آخر، لكن أريد أن أنبهك على شيء آخر عظيم. الموحد يا أستاذ حسن يعلم أن الأنبياء اصطفاهم الباري جل وعلا، هم خير الخلق وأكرمهم، هم أكثر البشر توحيدا، فهم في عيون الموحدين ذا مكان علية لا يدانيها أحد من الخلق. هؤلاء الكرام لا تقبل قلوب الموحدين الإساءة إليهم، ولو تعريضا، ولو بالإشارة، ولو من بعيد. والموحدون كذلك لا يفتحون بابا ولا يفتحون الذرائع للإساءة إليهم والحط والتقليل من منزلتهم في عيون غيرهم. إذا علمت هذا ووعيته، فما لي أراك في قناتك التي يتابعها الملايين، عند تعرضك لبعض قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عند ذكرك أفعالهم وأخبارهم، تضع ما يفهم أنه تمثيل لشخصهم. نعم، تضع مشاهد ممثلين يتقمصون أشخاصهم ويحاكون هيئاتهم وتعابير وجوههم، فما هذا الذي تفعله؟ ما هذا الذي يحدث؟ نعم يا أستاذ حسن، قد يسلك المرء في تقريب المعنى عند الحاجة التمثيل والمحاكاة للفعل. فمثلا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى، فيمكنك من باب تقريب المعنى أن تمثل بإصبعيك، هذه تسمى محاكاة للفعل، وهذا جائز من غير توسع عند الحاجة والحمد لله. وهناك في المقابل يا أستاذ حسن تمثيل يضاف إلى تمثيل الفعل، وهو تقمص شخصية الفاعل، بمعنى يتم محاكاة الفعل ومحاكاة الفاعل معه، وهذا في حق الأنبياء منكر عظيم وجرأة على أئمة التوحيد عليهم الصلاة والسلام، شيء مؤسف ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع هداك الله، إن للأمر جانبين رئيسيين. الجانب الأول أن هذه المشاهد وهذا التمثيل يقينا سيحوي زيادة على التفاصيل المنقولة في صحيح الأخبار عنهم، وبالتالي يكون فيه من البهتان والكذب عليهم الذي لا يرضاه الله جل وعلا، ولا يرضونه هم، ولا ترضاه قلوب الموحدين. لأنك تأتي بشخص يمثل أنه النبي فلان في ملامح وتعابير وجهه وفي ثيابه وفي شخصيته وسمته وكيفية حركته، هذا كله زيادة على المنقول، وبالتالي فيه تعد على هؤلاء الأنبياء، وفيه افتراء عليهم في تلك التفاصيل الزائدة. هداك الله يا أستاذ حسن، هداك الله، قد أخبرنا الوحي أن النقل عن هؤلاء الرسل شديد شديد شديد، ولا بد فيه من الحيطة، لا بد أن يتحرى في ذلك الصحة والسلامة، فأين هذا مما تعرضه في مقاطعك؟ فاتق الله، اتق الله يا أستاذ حسن، أريد لك الخير فانتهي عن هذا الذي تفعله. افهمني هداك الله، ليس الأمر واسعا للممثل والمخرج أن يزيد ويبتكر ويجتهد فوق ما هو منقول عنهم عليهم الصلاة والسلام، وإلا كان ذلك عدوان على حقهم كما سبق، فاتق الله وراجع نفسك في هذا الأمر. الجانب الثاني وهو مبني على إدراك الجانب الأول، وهذا الجانب الثاني أخطر وأهم، وهو أن ما دام هذا التمثيل للفاعلين، هذا التقمص لأشخاص الأنبياء يحوي زيادة على الثابت، فهذا الزائد من ملامح وجه، من هيئة جسم، من حركات، من سكنات، هذا لا محالة كذلك سيكون تقليلا منك لواقع أولئك الأنبياء، سيكون هذا انتقاص لهم، قصدت ذلك أم لم تقصد؟ إذ مهما كان هذا الممثل مكانة وسمتا ووقارا وصلاحا، فسيكون أدنى من أولئك الكرام عليهم الصلاة
والسلام، وإتيانك به ليمثل ويحاكي النبي هذا فيه تقليل من مكانة النبي وتنقص من منزلته، فالنبي أعلى وأكرم من ذاك. أيا كان هذا الممثل وقورا فالأنبياء أوقر، مهما كان هذا الممثل كريما فالأنبياء أكرم، مهما كان هذا الممثل صالحا وذا هيبة فالأنبياء أهيب وأجل، مهما كان هذا الممثل سمحا وضاء الوجه فالأنبياء أكمل خلقا وخلقا عليهم الصلاة والسلام. هذه عقيدة الموحدين، خير البشر هم الأنبياء وما دونهم فهو أقل منزلة، وتمثيلهم وتقمص شخصياتهم وزيادة تفاصيل من قبل هؤلاء الممثلين الأدنى معناه أنك تحط من قدرهم، هذا مطعن بالأنبياء ونقيصة في حقهم هداك الله. حري بالموحد أن يغار على أئمة التوحيد، حري بالموحد أن يفور دمه لأولئك الخلص أئمة التوحيد بحق عليهم الصلاة والسلام. يا أستاذ حسن، يكفيك أن تلتفت إلى كل المنتسبين للملة المتصدرين للفتوى فجلهم على تحريم تمثيل الأنبياء، إلا قلائل شذوا ولا يلتفت إلى قولهم هداهم الله. المسألة واضحة ولا تردد فيها، هذا التمثيل صورة من صور التقليل من منزلتهم ومكانتهم التي يستحقونها عليهم الصلاة والسلام. إني لك ناصح وأرجو لك الخير، فلا تكن من أولئك الذين يفتحون مداخل الشر على الناس، لا تكن سببا في فتح هذا الباب والاستهانة به عند متابعيك هداك الله. ربما تقول أليس فيها مصلحة دعوية، أليس هذا التمثيل تقريب للمعاني وجذب للمشاهد؟ والحق يا أستاذ حسن أن المصلحة المرجوة تتحصل بالتمثيل وبغير التمثيل. يمكنك بكل بساطة أن تذكر أخبارهم على ما جرت به العادة في سياق الأخبار والمرويات، ما الفائدة من تمثيل أشخاصهم وقد سمعت المفاسد السابقة؟ المشكلة يا أستاذ حسن أن هذا التمثيل في الغالب أصلا لا يكون فيه من الوقار ما يقارب حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. خذ هذا مثالا، هنا لما كنت تتكلم عن إبراهيم ولوط عليهم السلام، هربا من مضايقة الكفار للنبي إبراهيم، النبي إبراهيم كان عم النبي لوط وكان الآخر مؤمنا برسالة عمه بل وشديد الإيمان، وكان نبي الله إبراهيم عليه السلام متعلقا به كثيرا. جئت بمشهد شخصين يمشيان ويضحكان ويضع أحدهما يده على كتف الآخر، هذه التفاصيل ليست افتراء على أولئك الأكارم؟ أليس الأمر دين؟ هكذا يكون النقل عنهم؟ هكذا يكون الأمر تابعا لهوى الكاتب وذوق المخرج وأداء الممثل هداك الله يا أستاذ حسن؟ على كل حال، الشاهد هنا أنهما حال مشيهما كانا يضحكان ويتبسمان بطريقة بلهاء، أو على الأقل هي طريقة غير لائقة بهيبة الأنبياء، وهذا يؤكد أن الأمر سيؤول بقصدك أو بغير قصدك إلى الإساءة لأشخاص الأنبياء بشكل صريح. أنت يا أستاذ حسن لا ترضى أن يقوم أحد بتقمص شخصيتك ثم يمشي بالضحكات البلهاء هذه، أنت لا ترضاها، أفترضاها على نبيين كريمين عليهم الصلاة والسلام؟ اتق الله وراجع نفسك في هذا الأمر العظيم، لا تكن بابا لهذا الشر. ما عذرك في هذا؟ ملايين في قناتك يتابعون، فما عذرك أمام الله جل وعلا؟ أفق وأدرك نفسك، إن مقتضى التوحيد تعظيم الله وإجلاله، ومن تعظيمه تعظيم رسله ووضعهم في المكانة والمنزلة التي يستحقونها عليهم الصلاة والسلام، وبالتالي الموحد لا يقبل الكذب عليهم ولا يقبل الموحد التقليل من شأنهم، وهذا يتضمن أن لا يجرؤ أحد على تمثيل شخصياتهم أو على تقمص هيئاتهم وتعابير وجوههم الكريمة عليهم الصلاة والسلام. مقامهم يا أستاذ حسن أعظم من ذلك، مقامهم لا يتطاول عليه بهذه الصورة، هذا أمر تفزع منه قلوب الموحدين، نغاروا على مقامهم هداك الله. هداك الله، اترك هذا الأمر، تسلم. أسأل الله جل وعلا لي ولك الهداية والسداد، وأرجو أن تصل رسالتي هذه إلي وتعيها جيدا وتعالج هذا الخطأ العظيم الذي يرتكبه صاحب المونتاج عندك. هداه وهداك الله، هذا ما تيسر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسط هذا الزحام هنا على اليوتيوب، هل وقفت في ثنايا هذه المواد المنشورة على مخالفة لأحد جوانب التوحيد أو مناكدة لأحد مقتضياته؟ أرسل لي الرابط، ففي هذه السلسلة سأعلق سريعا على ما وقفت ووقفت عليه، بما أرجو أن يكون فيه تنبيه للغافل ومذاكرة للدارس.